تواجه المملكة العربية السعودية اليوم العديد من التطورات المختلفة التي لها الأثر الكبير على المجتمع بشكل عام وعلى الشباب بشكل خاص. ومن أهم هذه التطورات عالم الإنترنت الذي انتشر بشكل واسع بين جميع فئات المجتمع. مساحة واسعة وسقف مرتفع من الحرية حققها الإعلام السعودي الجديد في جعل الناس أكثر مسؤولية ومصداقية ومحاكاة لواقعهم. تأثير وسائل الإعلام الجديد يمكن نلاحظه إذا وسعنا المنظور ونظرنا إلى المجتمعات الأخرى، المجتمعات العربية اللي استطاعوا من خلالها الشباب في الدول العربية ليس فقط إحداث تحول بسيط في مجتمعاتهم، بل تحول جذري إلى درجة إسقاط أنظمة. أصبح صوت الناس مسموع بشكل أكبر، وبالتالي كان على صاحب القرار أنه أيضاً يبدي تفاعل وانفعال مع هذه الأصوات، بل أننا رأينا أن صاحب القرار الآن أصبح موجود في هذه المواقع بحيث يتواصل مع الناس المهتمين وأحياناً يتجاوب معهم ويدخل معهم في حوارات. الشبكات الاجتماعية في توسيع هامش الحرية في المملكة. لقد ساهم الإعلام الجديد في تدوين المعلومات من المصدر وسهولة الحصول عليها، وصول المعلومة الصحيحة إلى الجمهور، وإيصال الرسالة حسب ما يريده المرسل دون تدخل في تحريرها من قبل المحررين الذين قد يغيرون في الرسالة التي قد تخدم نقيض رسالة المرسل، متاحة للجميع دون احتكار لرخص ثمنها وتقديمها مجانية في أغلب الأحوال. وما حصل من تطوير للتقنية في هذه الجوالات وأيضا وسائل أخرى عبر الإنترنت كمواقع الفيسبوك، مواقع اليوتيوب، مواقع التويتر وغيرها من المواقع الاجتماعية التي أصبحت تعطي للجميع حقيقة الحرية الكبيرة جدا لطرح ما يريدون وما يشاءون وما ويستطيع أيضا جلب الكثير من الذين يستطيعوا مشاهدة أو قراءة ما يريدوا إيصالهم من رسالة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. هذه طبعا كلها من غير رقيب، والحكومات في جميع دول العالم طبعا لا تستطيع التحكم بمثل هذه الوسيلة أو إيقافها. أوجد شجاعة، أوجد حرية التعبير، رفع سقف الحرية، أوجد يعني رفع مستوى الشفافية كثير. الآن أي مسؤول يخشى من أنه يمارس فساد إذا كان يعرف عنده شعور أنه ممكن أنه يخرج للجمهور والوسائل التواصل الاجتماعي ويتكلموا فيه سواء كان مصور على شكل وثيقة أو غيره وكذا، فصار في حذر. الشبكات الإعلامية قوة مؤثرة على الجميع دون استثناء، بحكم أن مستخدمي الإنترنت من جميع الفئات الجماعية والفردية. ولذلك فإن قضية إخلاقيات الإعلام الجديد باتت اليوم تتصدر اهتمامات الساسة ورجال الأمن والمصلحين على حد سواء. تجد أنه هذا الشخص أو ذاك يدخل من خلال 140 حرف مثلا على تويتر يستطيع أنه يوصل رسالته أو يوصل صوته ويهمل هذا الصوت أو هذه الرسالة وجهة نظره بشكل مباشر دون أي تحفظ ودون أي فلترة. أيضا النقطة الرئيسية التي يجب التنبيه لها هنا أنه على الإعلام الحكومي بشكل رئيسي جدا التنبه لهذه النقطة وجعل الحرية إلى حد ما في الإعلام لجلب من يريد أن يتكلم حقيقة بشكل هادف وناقد لبعض السياسات لبعض التصرفات، وهذا هو الاحتواء. معنى آخر، نحتوي المجتمع، نحتوي الشباب ونحتوي حتى الجهات المثقفة. الدراسات العلمية تضع المسؤولين عن الأمن الأخلاقي في المجتمع أمام الأرقام والحقائق والبراهين العلمية عن تأثير التعرض لمضامين الإعلام الجديد على سلامة المجتمع وأمنه وتماسك نسيجه الاجتماعي بما يضمن حصانة أفراده من تأثيراته السلبية، ليكونوا أعضاء فاعلين مشاركين في بناء المجتمع وتنميته. لكن لما جاء الإعلام الجديد في شكله الآخر الجديد اللي هو تويتر، فيسبوك، يوتيوب، تحولت الأمور إلى أكثر لأنه صار مستوى التفاعل أعلى. وشاهدنا إحنا كيف أنه يعني مثلا في السيول جدة اللي قبل سنتين، السيول الأولى، كيف أن الشباب والشابات في جدة هم أول من
تفاعل مع الوانز، بل انهم قبل الصحف، بل وصل الديوان الملكي من خلال جهود الشباب اللي نزلوا وصوروا وتكلموا وكتبوا وغيرها. ففي استطلاع قامت به جريدة الرياض وجد أن 1328 شخصاً لا يؤيدون المشاركة بالفيسبوك مقابل 909 ممن أجابوا بنعم. هذه النتيجة تدلنا على أن أغلبية الناس لديهم انطباع سيء عن المواقع الاجتماعية، وأن سلبياتها تطغى على الإيجابيات في نظرهم، وأن الكثير يعتقد بأن هذه الشبكات تهدد المجتمع السعودي وتنشر فيه الكثير من الأمور السيئة التي تؤثر على سلوك وأخلاقيات الشباب. حاليا ان في بعض الوزراء او المسؤولين في السعوديه افتحوا لهم اكاونت في الفيسبوك او في تويتر، صاروا يتواصلون مع الافراد فيها، صار الواحد يقدر يبدي رايه مباشره للمسؤول اللي ياخذ على محمل الجد ويبدا يحاول يحط له حلول في هالشيء. اشوف ان الناس بدوا يستخدمونه بشكل ممتاز. لما جينا السعوديه فعلا لاحظنا تغير كبير، سهوله في التواصل مع اي مسؤول موجود في المملكه، سواء وزير سواء امير اي حاجه، فكان يعني فعلا سوى خلق جو إيجابي. يستخدم جيل من السعوديين والسعوديات مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر منبرا حرا للتعبير عن آرائهم، وعينا ساهرة تفرض نفسها سلطة رابعة تراقب الأحداث يوميا لانتقاد المسؤولين. ويرى أكاديميون وإعلاميون بأن تويتر أصبح يمثل صحافة المواطن في المملكة بعيدا عن سلطة الرقيب المتعارف عليها في الصحافة المحلية التي تتمتع باستقلالية، ولكنها لا تذهب في غالب الأحيان بعيدا في النقد والرقابة. وتؤسس المنابر الافتراضية الجديدة لجيل جديد منفتح معتاد على تقبل مختلف الآراء بحسب المراقبين. أنا أتصور نعم أنه مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر والفيسبوك وقبلها المنتديات طبعا مع بدايات الانترنت أسهمت بقدر كبير في زيادة الوعي بموضوع الحقوق بالنسبة للمواطن، وأيضا في توسيع مدارك الناس بشكل كبير جدا. إن عددا من الصحفيين باتوا من المدونين عبر تويتر في مسعى منهم للتواصل مع جمهور شباب عريض قد يكون هجروا الصحافة الورقية، وللتمتع بهامش أوسع للتعبير عن رأيهم الشخصي دون قيود سياسة المؤسسة الإعلامية، مما ساهم في صناعة شعبية واسعة في خريطة السعوديين والسعوديات للتعبير عن قضاياهم في عالم لا يعترف بالخطوط الحمراء في قاموس الحريات الإنسانية.